ربنا مين اللي خلقه أو مين اللي خلق ربنا؟ طبعا السؤال غلط. احنا لازم نفهم الطفل ان الله خالق مش مخلوق. فهو طب ابتدى ازاي ملوش بداية؟ طب ازاي ملوش بداية؟ نجيب له زي ما قلت قبل كده خط الارقام. نعلم الاطفال ان الارقام ملهاش بداية ملهاش نهاية. يعني قبل صفر في ناقص واحد ناقص اتنين ناقص تلاتة لغاية ملهوش بداية، وبعد صفر واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية ملوش نهاية. فنقول زي خط الارقام ملوش بداية ولا نهاية، ربنا برضه ملوش بداية ولا نهاية. ممكن نجيب له دايرة، يعني مثلا الصليب ده اقدر اقول ادي اوله وادي اخره، ايوه، لكن لما نجيب له دايرة نقول له فين اولها؟ ملهاش بداية. ملهاش بداية ولا نهاية. فنقول له زي الدايرة دي ملهاش بداية ولا نهاية، ربنا كمان ملوش بداية وملوش نهاية. محدش خلقه وهو ما خلقش نفسه، لانه لو قلنا ربنا اوجد نفسه بنفسه او خلق نفسه بنفترض انه ليه بداية، وانه ما كانش موجود وبقى موجود، وانه هو اللي اوجد نفسه. طب ازاي يبقى مش موجود يوجد نفسه؟ فاحسن اجابة هي ملوش بداية ملوش بداية ملوش حد قبله. بس الأطفال الكلمة اللي على لسانهم هي إيه؟ أيوة طب وبعدين، فاللي هي أيوة طب وبعدين بيبقى دايما عاوز يوصل للنقطة طب اللي انت بعدها واللي قبلها واللي قبلها. طبعا ما هناخدهم بالهداوة يعني. وفاكر لما قلت في مرة حكاية ان احنا نجيب كوباية مية ونجيب حاجات كتير قدامي، أيوة وحط مثلا الصليب ده في المية وقول ايه اللي بل الصليب؟ المية. ايه اللي بل المنديل؟ المية. ايه اللي بل القلم؟ المية. طب ايه اللي بل المية؟ مفيش حاجة بلتها. فالمية تبل كل الأشياء، لكن هي مش محتاجة حد يبلها لأن هي طبيعتها كده. فنقول نفس الحكاية، الله خلق كل الأشياء لكن مش محتاج حد يخلقه لأن هو طبيعته كده موجود، موجود. لأن هو موجود. تمام. طيب.